قبضة رجال الأمن. مواطن ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة. تم القبض. مواطن قام بنقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل. تم القبض. مواطن ومقيم من الجنسية المصرية ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية ارتكبوا جرائم سطو على المنازل والمحال التجارية وسرقة ما بداخلها. تم القبض. شخص قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة. تم القبض. ثلاثة مواطنين ارتكبوا عدة حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة. تم القبض. مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية قاما بنشر إعلان احتيالي عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى محصن مقابل الحصول على مبالغ مالية. تم القبض. مواطن ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي. تم القبض. مقيم من الجنسية الهندية قام بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة مبلغ 130,000 ريال. تم القبض.